مفيش أي أم بشرية تقدر تخلف زي ما هي عايزة، مفيش أم تقدر تخلف العدد اللي هي عايزاه وتقدر تتحكم في النسل ذكور أو إناث. ملكة النحل تقدر. ملكة النحل بعد التلقيح في يوم الزفاف المشهود بتحتفظ بالسائل المنوي في حوصلة، وتبقى لها القدرة على إنها تضغط على الحوصلة فتلقح البيضة وهي نازلة، فالبيضة تفقس شغالة أو ملكة، أو ما تلقحش البيضة يعني ما تضغطش على الحوصلة فتنزل البيضة غير ملقحة وتفقس ذكر. بالطريقة دي أصبح الملكة تقدر تتحكم في النسل، تقدر ما تخلفش ذكور بإنها ما تضغطش خالص على الحوصلة، فما كل البيض تقدر إذا ما ضغطتش على الحوصلة ما يحصلش تلقيح، فيبقى العدد ذكور. عاوزة تقلل الذكور تبقى تضغط باستمرار على الحوصلة، فيبقى كل البيض اللي ينزل يا إما شغالة يا إما ملكات. ليه الحكاية دي؟ لأن الخلية مش محتاجة للذكور لأنهم تنابلة ما لهمش نفع إلا يوم الزفاف بس، واحد منهم بيلقح والباقي بيرجعوا تعبانين ويتكرشوا من الخلية ويتقتلوا، فإذا ما لهمش لزوم. بالكتير الخلية بتعوز 200 ذكر وبعد كده عشرات الألوف من الشغالة، فإذا لازم يبقى فيه تحكم من الملكة أثناء وضع البيض. بتضغط على الحوصلة ينزل البيض ملقح يفقس شغالات وممكن ملكات حسب هتاكل ايه او ما تاكلش ايه. اذا اطعموها غذاء ملكي الشغالة بعد عدة ايام تبقى ملكة، ما اطعموهاش يبقى الكل شغالات. هي مش عاوزة ذكور، مش عاوزة ذكور، يبقى بناء عليه تضغط باستمرار على الحوصلة فينزل شغالات وملكات. عاوزة بقى شوية ذكور في الاخر 100 ولا 200 تقوم ايه ما تضغطش فينزل البيض غير ملقح فيبقى ذكر. فاذا الملكة الام في الخلية دون عن جميع المخلوقات بتقدر تتحكم في النسل من ناحية العدد ومن ناحية الجنس ذكر او انثى شغالة او ملكة. ودي خاصية غريبة ما فيش اي ام بشرية تقدر عليها، فيش ام تقدر تتحكم في نسلها يطلع ذكر او انثى يتولد 2 او 3 توائم او مفرد، ما فيش ما توجدش.